ووصلنا لفقرتنا التالية وإلى مساحة من الفن المتمثل بلوحات فسيفسائية وخزفية، وهي مزيج بين الفنين التطبيقي والتشكيلي بطريقة مبتكرة اعتمدتها الفنانة سناء فريد لحتى تقدم لوحاتها بالأسلوب الخاص البعيد عن النمطية والخالي من التقليد. الفنانة سناء فريد، أهلا وسهلا فيكي، صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. سعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. يعني عم نحكي مع حضرتك عن تقنية خاصة بتتبعيها، خلينا نعرف أكثر المشاهدين عنها. تقنية خاصة، هلأ هو الفن الخزف هو فن تطبيقي جمالي استعمالي. هذا الفن عمره كتير قديم، بالقرن الثامن عشر قبل الميلاد. يعني نحن إذا بدنا نقول إنه هذا بالألف الثامن عشر قبل بالألف الثامن قبل الميلاد، فهذا فن كتير كتير قديم. نعم. وما زالت إلى الآن التنقيبات الأثرية تحظى بلقى أثرية تدل على أن هذا الفن فن يعني كتير قيم وإله تاريخه العريق وإله جمالياته الخاصة وأهميته وتاريخ البلد وحضارته. نعم. فهو له مراحل، نحن بنقدر انه هلا نحكي انه اول شيء بيبتدي من المعجونه اللي هي الصلصال، بفوت لمراحل يعني شغله وعمله له مراحل. اول شيء معجونه الصلصال، بعدين بتصير فخار، بعدين بعد ما تنشوى بتصير فخار، بعدين بتصير خزف. هي المراحل هي اللي بيمرق فيها هذا الفن، بياخذ وقت، بالإضافة إلى أنه كمان هو يعني باهظ، يعني له أسعار المواد، أسعار المواد غالية مكلف. بس هذا الفن وصل بالعصر الأموي إلى أبهى صورة من صوره، أخذ وقت. وأكبر شاهد على أنه اللوحة الجدارية الموجودة في الجامع الأموي هي من أهم وأعظم وأجمل ما يعني كتب بتاريخ الحضارة، إن كانت السورية ولا عالميا، أكبر شاهد إذا بنقدر نعده. هي استغرق 4 سنوات. هو الفن فن فيك تقولي إنه في صعوبة لأنه بياخد زمن، بياخد فترات من له مراحل بطريقة الشغل تبعه. في له مراحل بتاخد زمان. هي اللوحة اللي صارت بالجامع الأموي على بالعصر الأموي وهو العصر الذهبي استغرقت 4 سنوات وكلفت وكانت مكلفة وباهظة الثمن. بس هي اللوحة انتشرت وأصبحت إلى اليوم يعني معلم، مو بس على مستوى الوطن العربي، معلم عالمي. ومن هون بنقدر نعرف نحن انه هذا الفن كثير كثير مهم، يعني قديم قبل 8000 سنه، واليوم نحن بالالف الثالثه بعد الميلاد. فهذا فن كثير مهم، والحمد لله نحن اليوم في دورات عم تصير بالتعاون مع وزاره السياحة ومنظمة اليونسكو، أصبحت تدخل منظمات عالمية إلى وتهتم لأنه هو جزء من تراثه. تماما. ست سناء، هون بدنا نحكي بهي النقطة عن أهمية إقامة دورات، أهمية تعليم والاطلاع على الجيل الجديد على هذا الفن اللي هو له علاقة بحضارتنا، له علاقة يمكن من أهم الفنون اللي موجودة بدمشق. كيف فينا نحن نقدمه للطالب، فينا نقدمه للأطفال الصغار لحتى يمكن يكتسبوه من عمر صغير لحتى يبدعوا فيه على كبار؟ تمام. أنا من 2017 اشتغلت مع وزارة السياحة، ومشكورة وزارة السياحة بأنه أعطتني مكان بتكية سليمانية وعم بعمل دورات. واللي عم يفرحني أنه صار في توجيه من قبل كمان وزارة التربية بأنه عم يجوا الأطفال يفوتوا على هالسوق التراثي اللي هو جزء كبير من حضارة البلد بكافة المهن والصناعات، ومن أهم يعني كمان هي صناعة القذف. أو هو فن قائم بحد ذاته، يعني الإنسان الفنان الخزاف بيعيش عمره ولسه في تجارب ما أنهاها.
فمشكور الوزارتين، إن كانت وزارة التربية اللي عم توجه بإقامة رحلات وزيارات إلى المتحف الوطني ليتعرف الطفل منذ الصغر على تاريخ البلد تبعه وعلى حضاراته، لأنه نحن كمان متحفنا أهميته عالمياً، مو بس بي 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 بالموجودات على قد مو بالتنوع بهالمتحف والغنى اللي تنوع الحضارات والأشياء القيمة المتنوعة فيها. وأنا من هون من صميم هذا، أنا بشتغل باللوحات الفسيفسائية اللي هي طبيعة بلدي وحضارتي فسيفسائية. تماما، يعني ست سناء دائما كل فنان من خلال كل لوحة بيقدمها أو كل معرض بيقدمه بيكون عنده رسالة، رسالة من وقت ما بلش مستمرة معه. خلينا نحكي عن رسالتك من كل عمل بتقدمي. إيه أكيد. هلا أنا رسالتي بلشت معك مع حضرتك بالحديث بأنه يعني فتحت عيوني على مجتمع فسيفسائي ومتنوع وغني من لا شعور. يعني أول ما بلشت عملت القطعة وعملت بعدين فتت على اللوحة، اللوحة وقت اشتغلتها هي فسيفساء، هي من طبيعة حياتي ومن طبيعة المتحف اللي وأنا صغيرة وبعد ومختلف مراحل حياتي اللي شفت التنوع فيه، وهذا انطبع على اللوحات تبعي سواء بالطبيعة سواء بأنه سوريا هي بتتمتع بأربع فصول، الربيع والخريف والشتاء والصيف. هذا كله بلوحاتي بتشوفيه سواء إن كان بالشجرة ولا بالأزهار. وأضفت هلأ كمان أنا صار لي سنتين عم بشتغل، يعني هو متابع لفن اللوحات الخزفية الفسيفسائية القيشاني. نحن اليوم عملنا الصيف اللي مضى دورة مع طلاب الفنون والعمارة تحديدا بالقيشاني، وهذا القيشاني هو فن يعني كمان كتير قديم، عمره من فوق 2000 سنة ولقى أثرية يعني شوهدت وعسر عليها بأنه القيشاني فن قديم، مو بس هو ينتسب إلى مدينة قيشان، نسبة إلى مدينة قيشان كمان سوريا إلها القيشاني المميز تبعها. وأكبر شاهد هلأ بتفوتي على يعني في النموذج جامع الدرويشية يلي بباب الجابية، وفي البتكية السليمانية كلياته قيشاني، والقيشاني الدمشقي مميز عن غير القيشاني بدول أنحاء العالم. وما اقتصر هذا الفن على بس الدول الإسلامية، اللي هو هذا الفن اللي بيعتمد على الخط والكتابات العربية والزخارف، كمان انتشر إلى كافة أنحاء العالم. وهذا كتير مهم أنه اليوم في جيل جاي جديد عم يتخرج، وأنا هلأ عندي طلاب نحن بدنا نتعلم هذا الفن بعد تخرجهم من كلية الفنون، مهتمين يعني على حسابهم، سواء إن كانت الوزارة عم تبعتهم على حساب وزارة السياحة اللي هي عم تدعم هذا، ترفد كل شهرين عم يصير في دورة تدريبية، عم تتخرج عم تعرف هذا من الألف إلى الياء نظري عملي كيف بيصير. وكثير النتائج كانت الحمد لله يعني ممتازة. يعني بناء عن حديثك ست سناء، في طلاب تخرجوا، كيف كان المستوى؟ كان في مشاركات؟ كان في إضاءة على هذا الفن من الطلاب الجدد؟ ايه اكيد. هلا هن اول دورة كانوا ما محددين الطالب اللي هو تخصصه، بس الثاني دورة طلبوا التخصص اللي هو العمارة من صميم شغله الاكساء الداخلي والخارجي، وطلاب الخريجين الفنون الجميلة. وما بتتصوري فرحهم، يمكن كمان إلى علاقة طين مع الإنسان لأنه يمكن قلق منه، فرحهم بهالمادة وكيف هنن عم يشتغلوا وعم يأبدعوا، يعني مو بس هنن خرجوا عن النمطية. والفنان مهمته مو بس هو يشتغل يعني مثل المهني، لا، ابتكار، هو خلق وإبداع. صاروا هنن كمان ابتكروا بلوحاتهم وعملوا أشياء جديدة، وصار كل طالبة، أنا آخر الدورة صدقيني أنه في صار كل طالبة
ميز لها بلاطتها عن الثانية بأسلوبها ونمطيتها اللي هي ابتكرتها. يمكن هذا هو المهم ست سناء، أنه هذا الفن ما يموت، يتوارث. يعني دائما سوريا غنية بتراث المادي واللا مادي، وأكيد بتستمر هاي الحضارات وبتستمر هاي الجهود والفنون بالدورات اللي عم بتكون. بدنا نشكرك كثير. أكيد أكيد، لأنه لو تسمحي لي بكلمتين سريعا لو سمحتي على الوقت لأنه مجاز، لأنه لو ما استمر ما تسجل واللقى الأثرية اللي كانت عم تلتقى 10,000 سنة إلى الآن نحن اللي عم نحصل عليها، وهي مسجلة ومؤرخة. أكيد. شكرا كثير لك.